شو هاللسان اللي بسبع شطلات؟ إن شاء الله بيسلم لي هالجمال. ما معقول ما معقول شو لابالك الحبل. عن حقا؟ إيه شو؟ حبة خانم وينا؟ ليك زي ما عرفك ما فيك تستغني عني حبيبة قلبي. طمنيني شلون الصغار؟ الحمد لله مناح ببوسوا إيدك. إلك عندي خبر غير شكل. إيوه أنتوا اللي إلكن عندي خبر غير شكل. لا تقولي يا أي يلا تعي نقعد. يلا شوفوا بخصوص أبو شكور الحلاق. لا تقولي لي إنه حكموا الباشا كمان 150 سنة. لا طلع من السجن وفتح الدكان كمان. يو شو هالحكي هاد؟ بعد كل شي سواه مع الباشا طالعوا من الحبس. وليش مستغربة فريال؟ الباشا طيب وحنون وما في منه بالدنيا. وشو عرفك أنت حكمات خانو؟ لك شو عرفني؟ الباشا مزوق وكريم وابن عالم وناس. شو القصة درتي؟ يوه ليش ما بتعرفوا انه الباشا بذات نفسه طلب فتحية للزواج؟ شو؟ الباشا بده يتجوز بنتك فتحية؟ يوه ليش كل هالقد مستغربين يا بعدي؟ شبكم؟ شبكي ام تحسين؟ لا تكوني ما بتعرفي اصلي وفصلي تقبريني. شفتوا العزب بالحارة؟ ايه نعم مختار بالحارة. معناتها هرب من سجن القلعة. لك شلون قدر يهرب؟ لا مختار لا ما بظنه هربان هريبة. شي لك التهمة اللي فات فيها على الحبس بتنيبه 5 سنين. ما بعرف بس فات على الحارة هو مطمن على الآخر، يعني مو شكله شكل واحد هربان. لك شلون طريق؟ والله ما بعرف بس لما سأله زكو قال له انه طلع نظامي. شي معقول الباشا يكون هو اللي طلعه من السجن؟ عينك على المظافر شوف. قبلان نختار. شاه شو هالحارة الفايتة بالحيط هاي؟ زارني المحبوب يا عيني في رياض الأنس روى المشروب وملال الكاس روى المشروب وملال الكاس قلت له يا زين يا عيني يا رشيق القاد يا كحيل العين يا ندي الخاد يا كحيل العين يا ندي الخاد. انت صار لازم تروح على الكتاب وتتعلم لنشوف حالنا فيك. كل شيء كنت بتمناه لنفسي وما حققته رح احقق لك اياه باذن الله. الله كريم اخي، ما دام انت طلعت من الحبس صارت مسؤوليه البيت علي وعليك مو على امي واخواتي، وخلي امي ترتاح بعد هالعمر. عم تحكي مدوزان لك حدو، عم تحكي مدوزان. واخواتي كمان لازم يتعلموا مصلحه تحميهم من غدر الزمن. اعلم بخيرك الكبر. لا يساعي عنك ولا عي أكبر منك فما ولا ما يقفى ما بسيطة منتواجه عند رئيس الكراكون. شو بيهوي منك ومن رئيس الكراكون كمان؟ شو هذا بشكور عم تخبس في الفصة؟ لك من يومين طلعت من الحبس لما بصير خليج حبوس. خلي على نصتك انت مختار، لا تدخل شي ما بيعنيك. شي لك نسيان لك عم تحكي مع المختار؟ ونسيان انت انه انا بشكور؟ لا حول ولا قوة الا بالله. شو القصة؟ قل له للافندي مو الباشا بذات نفسه اجى سكر له الدكان وشمع له اياها؟ بلا عم يقول غير هيك، كان سيران هو سكرها من حاله. ايه ما حدا بيطلع بده يسكر لي الدكان انا. حتى الباشا بذات نفسه؟ حتى الباشا بذات نفسه ما بيطلع بده يسكر لي الدكان. كلام يوصل شكور؟ كلام يوصل وانا ما بخلك الكبر. حخوفني والله، شوفني شو عم رش. فتحوا علينا مثل اباوي. ما بيحكي. هلا ناقصني انت الثاني روح شوف شغلك روح. سمعان بيدلك لك عبدو. سمعان.
هاد شكله قضيت رجله على الحبس وصار خريج حبوس كمان. روح لعنده لا تخبي عليه شيء منه، روح. أملان مختار، الله يرحمك يا أبو شكور ويبهدلك أكثر ما أنت ملاك. روح. مرحبا مختار. أهلين بفارس. شو أبو شكور؟ بلاقيه أبيان قصه. لك مو بسوي نقصه، طولان جناح وصار بده قص. لك مو بده نقص، بده نتف كل ريشه. اي والله. امشي امشي يا أبو فارس، امشي معي. امشي. يا عميد اهلين وسهلين. بس ام تحسين خان اهلين فيكي اهلين فيكي. اما شو جايبت لك خبر بيطير العقل من بيت الشعويش. من بيت الشعويش خبر بيطير العقل. شو هالخبر؟ هاتي لشوف. فتحيه بنت لحكمت. شو بها ضرابه بنت ام ضرابه؟ الباشا بذات نفسه طلب ايد بنت الشاوش. ايه الله يهني سعيد بسعيده. هلا هذا هو الخبر يلي بده يطير لي عقلي؟ فكرت والله جايبتي لي شي خبر اشح عقلي براسي ما طار. بس كمان شيد انه الباشا يتجوز بنت من بنات الشاويش، الخبر ما له سعيد. ايه العمى على هالحظ يلي اجاها لهالمقصوفة الرقبة بنت حكمات، بيفلق الصخر. مو مثل حظها لبنتي المعترة يلي لهلا ما كان يكمل جهازها. خير؟ فيكي شي خانو؟ اه؟ لا، شو فيني يعني؟ ما فيني شي. وينك ام تحسين؟ بدي اسألك سؤال، اسمنك يعني كنتي ببيت الشاويش؟ اسألي تقبريني اسألي. هلأ أنتي لما رحتي لبيت الشاويش وين كنتي قاعدة؟ مثل العادة بأرض الديار. يعني ما فتي مثلاً لغرفة الاستقبال لغرفة حكمة؟ لا. بس ليش هالسؤال؟ رح أقلك ليش. إيه؟ لكن تحسين اللي عندك طلب مري. إذا نفذتي لي هالطلب رح أكرمك بقرشين حلوين، وانتي بتعرفيني أنا ما بقصر معي. طول عمرك ما بتقصري. خير ليلي شوفي. رح أقلك. إيه؟ بس بدي إياكي تفتحي مخك معي منيح. يوه ها مخي كله معك. عرفت مين رجع الحارة اليوم؟ مين؟ عزو. عزو ما غيره؟ لك إيه عزو الحرامي اللي مسكته نازل على بيتي وسارقلي الذهبات. وشلون طلع من حبس القلعة؟ على حد علمي قلت لي بالميت راح فيها 5 سنين. هيك قالوا لي بالعادية. لا يكون هربان من السجن. شو يعرفني الله أعلم. هالشي هاد ما بيأكد لنا يا إلا رئيس الكراكون بذات نفسه. مزبوط. يو بدك يعني دور غرفة غرفة؟ إيه حتى بالمطبخ والحمام نصح لك لا تقصري. كل هاد مشان شقفة مشربية. إيه أم تحسين شبكي بس بدي تشوفي لي إياها عند منه لما لقاه. طيب وإذا كانت عندهم؟ بتجي فوراً بتخبريني وبتاخدي إكراميتك. لا والله غريبة يعني كل هالقد المشربية مهمة. لك إيش بنا أم تحسين هلكتيني. بدك تعرفي البيضة مين بعضها؟ خلصنا ساوي اللي عم قلك عليه وبس. صعبة؟ لا مو صعبة كتير منيح. بس ويلي ما بدي حدا يضرب هالسيرة فهمتي؟ فهمت. هلا ابو شاكور حكى عني هالحكي هاد؟ ايه والله يا سيدي اكثر من هالحكي كمان. احكي كمان شو حكى؟ قول شوف احكي ولا يعني في شي بينحكى وشي ما بينحكى، بس الخلاصه انه مسح فيك المزابل وكنس فيك الارض وسخه وسخه. رجلك رجلك والله لا اقطع لك لسانك والله عترس. صار سيدي مو انا والله مو انا المختار هو ابعتني لك ابو شكور. شو حكى يا سيدي؟ لا سيدي تضرب انت وياه سوا. هلا بالظاهر ابو شكور ما راح يتربى لحتى ياكل فلقه مرتبه بالحبس. والله 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 يا ابو شكور لخلي عظامك تصير مكاحل والله. وانا الباشا هو هيك عمل سيدي؟ عمرك سيدي هالمرة أنا شخصياً بدي اهتم بالموضوع وسكر له دكانته بإيدي.
بس سيدي مو ترد تفتح له اياها مره ثانيه لانه الشغله مو لعب اولاد صغار. خرست سيدي خرست. حاضر سيدي، بامركم سيدي. الله معكم سيدي. العمى بقلبه العمى بتضرب منك له وبيضل مشلوش فيك انت وياه طول عمري. يا فهيم عريب فهيم، بدك من شيء يا مو؟ لا يا مو، وين رايح؟ لعند الباشا. شو رايح تعمل عنده؟ بدي خليه ينهي لي موضوع البيت وشوف لي حلي مع المختار. اي برد عليك؟ بده يرد مو بكيفه. اكيد. لا يا مو لا. طيب يا مو، بس ترجع رأسا خبرني. ايه يلا الله معك. شوفوا يا بنات، الغندرة والقص والتزيين فن وذوق يعني، بس تيجي الزبونة لازم نقص لها ونسرح لها شعرها على حسب تدويرة وجهها. يعني احنا يا مو بدنا نشتغل على ذوق الزبونة؟ لكن يا مو، بس بنشوف يلي بيناسبها. يعني اذا بدنا نشتغل كل ما وحدة بتحب يناسبها، كل زبونة لها عقل، وهي شغلة صعبة مو سهلة. لكن يا مو، لهيك بدها مسايرة وطولة بال، وهي المهنة صعبة، قد ما بنعطيها بتعطينا. مزبوط كلامك يا مو. لك دخيل هالوش انا، يسلم لي انا. يلا يا مو تعال. اهلين وسهلين فهيم افندي. اهلين وسهلين. لا اهلين ولا سهلين، سكر له الدكان وصرف على الكراكون. شو هالحكي؟ هالمره بامر مين؟ اليوز باشي؟ لا مو اليوز باشي، هالمره الباشا الامر منه بذات نفسه. ولي معناته اخوي هالمره اعدام. لا مو اعدام، على الخاتو هالمره. بستاهل بستاهل، لساني كثير طولان. لك قالوا لي لسانك حصانك، انصنته صانك وانخنته خانك، ليكو خانني ولح يخوزي. قلت لك 100 مرة قصن لي هاللسان ما كنت تقصه، هاي النتيجة. أمني يا الله، لك هلا آخذ هالعدة مبين الشغلة طويلة كثير، منه بتسبب وبطالع لي قرشين إلي وللعيال. يلا ضب لي هالعدة، حكيك مزبوط، يعني هم تحلق للزباين قصدي للمساجين وبتحلق لي بلوشي. وأنا سيدي. خلاص أنت، ضب لي العدة. فتحي بتروح لعند ام شكور وبتعطيها المفتاح بعد ما تسكر الدكان، فهمت؟ وبتقول لها انه راح على الكراكون. يلا خلصني خلصني. امشي قدامي لشوف. اوعى فتحي، سكروا منيح على الدكان. هون مكانه ست فريال، هون هون مكانه. وشلون وقع الزريان تحسين؟ ما بعرف، رحت على البيت عم بشلح عبايتي، بدي فك زر الفستان قد ما لقيته. اي يلا مو مشكلة، بتركب بداله ام تحسين. لك شلون بدي ركب بداله؟ اه شلون بدي ركب بداله؟ هذا الفستان هدية من المرحومة امي. وينك يا فتحية؟ ايامه يلا جاية. بسرعة بسرعة فتحية، بسرعة يا بنات، دوروا دوروا معي. ليش شو واقفين هيك مثل الخيل؟ طيب شو شكل الزر خالتي؟ لك زر زر مثل كل الازرار، شو بكون؟ دوروا دوري دوري ام تحسين، لا حول ولا قوة الا بالله. فهمتي علي فتحية؟ فهمت يا عمو، والله فهمت. يلا روحي شوفي شغلك. بأمرك أنا يا ست الكل. ايه ام تحسين، لقيته قبريني. دوري دوري بالزوايا، أكيد واقع له بشي زاوية هون ولا هون. ساعدوني ودوروا معي، ساعدوني. أي ساعدك خالة ام تحسين؟ كل شوفوا.
الغرفة الثانية. بالله يلا ها. ولي على قامتي، وين بده يختفي الزر يعني؟ بعدين انا دورت عليه بكل السوق ما كنت لاقي مثله. دوري ام تحسين، دوري منيح. شوفي شوفي تحت التخت. دوري دوري ام تحسين، احسن ما تزعل منك المرحومه وتغضب عليكي. ها لا لا، كل شيء لا تزعل المرحومه. يلا رح ادور لك ام تحسين. احسن شيء دوري تحت التخت. ايه ايه يلا يلا احنا بنساعدك، احنا بنساعدك. يلا وين ولا؟ واقف على باب السقف وقال بده اياك ضروري. آمنت بالله على نهار؟ لك شلون طلع عزب من الحبس شلون؟ شو بيعرفني؟ شو قل له؟ قلعه؟ لك لا شو تقلعه؟ خليه يفوت ويلحني على اوضه الضيوف، وانت فوت معه كمان. بدي اعرف شلون طلع من الحبس. شو خايف منه؟ راسه لك؟ انا ما بخاف من حدا ولا؟ فتح عينك قد السمسمه. ايوه باشا. شلون المختار بيحجز على البيت؟ شلون؟ المختار قدر يجيب ورقة من العدلية يحجز فيها على البيت بعد ما ثبتت عليك تهمة سرقة ذهباته. بس ترجعون ساعتها بفك الحجز عن البيت، فهمت؟ بس أنا ما سرقت يا باشا، وأنت أكثر واحد بيعرف أنا ليش نزلت ومين اللي قال لي انزل. عتريس مور باشا. كف بغياب شوي، تركنا لحالنا. بأمرك، حاضر. لك يا بهيم، أنا قلت لك تنزل لبيته وتسرق الأوراق من صندوقه، مو تسرق ذهباته. باشا صدقني أنا ما سرقت شيء أصلاً، لأني ما لحقت. لك شلون هيك صار؟ شلون هيك صار؟
رح احكي لك شو صار. حملت حالي وفت على بيت المختار وبوشي على اوضته. قلت له بكون مخبيهم بالمضافي ما برد علي. نعمة نروح نشوف غرفة ثانية. عزو مختار؟ لا خيالو. عليه مختار يا ميت اهلين وسهلين. والله قاعد ببيتها. شو جاي تسوي قاعد بالبيت؟ ها جاي تسرقني؟ لا يا مختار لا، معقول انا سرقك؟ لا لك، انا جاي تعمل سيران. مختار امشي دامع الكركون. اول ما لك امشي دامع الكركون. تحرك لك بس خلينا تحرك. عم اقول لك تحرك. امشي لشو امشي. وهذا اللي صار يا باشا. تقول المختار كان دريان تفوت لعنده على البيت؟ غريبة، مع انه ما حدا بيعرف الموضوع غيرنا. ما بعرف هذا اللي صار. المهم اللي هلا، انت شلون قدرت تهرب من سجن القلعة؟ انا ما هربت باشا، انا طلعت مع كل المساجين اللي طلعوا بعفو جنابه. بس بصراحة انا زعلان. يعني معقولة هيك تخليت عني وانا طول عمري بخدامتك؟ لا انا ما تخليت عنك. اصلا لولاي ما كنت طلعت انت من الحبس. ليش بقى؟ فكرك يا فهمان، مين اللي اقنع جناب الوالي طلع فرمان العفو؟ مين؟ اصدق انه جنابكم انتوا اللي اي نعم طلعت كل المحابيس، وكرمالك كسرت نفسي للوالي والشغله كلفتني كثير. ايوه والله ما كنت بعرف كثر خيرك. المهم باشا، قصة البيت هي شلون نخلص منها؟ هلا المهم بتروح لعند المختار وبتتفق انت وياه. على ايش ما نتفق؟ هلا انت المهم روح لعنده واحكي معه، شو بصير معك خبرني. امرك سيدنا، منروح وبنحكي معه، امركم. تفضلي انت حسين. ايوه هي علبة زرار بحالها. لا يا اللي بيعجبك، يلا نشوف. اي ما في ولا زر بيشبه الزر تبعي. وليه انت حسين؟ ايه 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 بتضحكي علينا وليه؟ قومي وليه؟ يلا قومي دلعي. يلا قومي دلعي يلا. خذي انت ام طلعه. قومي يلا. انا عم يا خالو. يلا شو في يا نسوان؟ صوتا واصل لسوق العروان. شوفي هي الدايه ام تحسين تهمه خالتي افتكار بسرقه الزر تبع فستانه. ايه وانا بدي اروح اشتكي عليكم على الكركون. فهمتوا؟ بدي اشتكي عليكم كلياتكم. حقها خلص مع حريم. حقها ست ام تحسين حقك تروح تشتكي على الكركون. شح الكركون هو. بس وينه؟ نعم انا راح اقدم فيكي معروض كاذب. بلى انك انت عم تفتري على الحريم. ساعتها راح يحكموك يا اعدام يا اما عيمك فلا. وساعتها والله لا اهري بدنك خير، والله لا استخيك سلف لا ايمي يا انت. فهماني؟ فركت عن التحصين. قلت لها بدي اقدم فيكي معروض قاسي. والله ما قصرت فيها يا ابي. تستاهل يا ابي، انا فايت غير اوعي. شو هالحكي يا ابو شركور؟ شو وين مفكر حالك جاي انت؟ ها؟ على الكركون سيدي على الكركون. جايب عدة الحلاقة وجاي تفتح لي دكانة حلاقة بالكركون؟ يا سيدي الله يخلي لي اياه. أنا زلمة معيال وعندي مرة وأولاد وابني شكور بالسجن وما له معين غير الله وأنا، يعني إذا ما اشتغلت والله بيموتوا من الجوع. طيب يا أبو شكور، طالما بتعرف حالتك هيك ليش تنزع علاقتك مع الباشا؟ سيدي هذا اللي صار. سيدي
كراسة بيوع تحت ايدي حلا واشد دقن الك من اجرته كوميسيون. يعني قديش رح تعطيني؟ سيدي انت النص وانا النص، منيحة؟ الله حيهم شكور، نيالي اللي نفع واستنفع. بري عليك، وانا الك علي ما خليك تنقطع من مساجين بنوب، كل يوم جيب لك دفعة جديدة. لك يا عيني عليك يا نشأة أفندي، وحلاقتك من الآن فصاعداً ببلاش، منيحة؟ أصيل، أصيل يا أبو شكور، خلص اتفقنا. سيدي، وبالنسبة لفهيم والشاويش، شو بدنا نعمل؟ هدول لا تكل أمرهم بنوب، عندي، المهم هلا لازم تنزل فوراً وتباشر بالعمل، يعني دوب تخلص بآخر النهار. يا فهيم، فهيم! احتضان السيدة! اسمعني منيح يا فهيم. نعم سيدي. بتنزل ابو شكور على الزنزانه اللي تحت هلا. نعم سيدي. وتفهم كل المساجين انه لازم يحلقوا شعرهم ودقنهم غصبا عنهم اجباري هذا الامر. حاضر سيدي ببلاش سيدي ما هيك؟ لك شو ببلاش؟ في ببلاش غير العبا والطراش. فهيم. نعم سيدي. مو ببلاش ابدا. الحلاقه اجباريه وكل راس لازم يدفع الدبل كمان. هذا الامر مني شخصيا. طيب سيدي وايش كان سالوني شو السبب يعني؟ يا اخي اذا سالوك قل لهم حرصا منا على سلامه المساجين وعدم انتقال الامراض الساريه مثل الجنب والقمل. دخيلك سيدي بلا جنب بلا امل انا رح لف سيدي. خذوا انزل هلا وعم. يلا شكور شرف قدامي. معلم ابو شكور تضرب انت والمعلمي اندفس انقبر قدامي. خذ احمل لي هدول لك. لك شو بتشتغل عندك؟ انا بشتغل عندك. لك ما بدك تعلق ببلاش؟ اذا ببلاش بسم الله. يلا خذ. يلا خلصت. عم شو هالبجانين هدول؟ شرف. يا أبو شكور شو عم تقول؟ 50 ذهبة؟ لك إيه؟ وفيهم واحدة إنجليزية ورأسمالية وفي أوراق مهمين كمان. شو هالأوراق هاي؟ أوراق مهمين لناس بتثبت ملكيتهم لأراضي وبيوتهم وعالكانات. هذا حق الناس يا أبو فارس، حق الناس. والله مصيبة. لك مو مصيبة، لك كمان في خنجر لجدي رحمة الله عليه وخنجر لوالدي كمان. طيب ما عرفت مين نزل لعندك وسرق؟ لك شو بدي اعرف؟ مشان هيك رحت قدمت شكوى لكربون، قلت له نشأة أفندي يلي بيجيب لي المشربيه في له ذهب يا حالك. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الله لا يعطيني عافية. مشربية فيها 50 ذهبة، بعتها بشوية براغيث؟ لا عم شو اني اجدب. شلون ما خطر ببالي شو بشو فيها؟ مظبوط، المشربية كانت تقيلة. أنا لازم رجع من الشاويش. والحلاقة إجباري وغصب عنا كمان؟ الحلاقة إجباري وغصب عنكم كمان، ويا ويلو يا ويلو يا ظلام ليلو اللي ما بده يحلق. وليش بقى تاج راسي؟ ليش بقى؟ لأنه في تفتيش من الحكم دارية، واللي بيلاقوا سعره طويل بده يمددوا له حكمه من سنة لعشر سنين. لعشر سنين؟ أوف، عشر سنين؟ عشر سنين ولا؟ عشر سنين عجبك ولا ما عجبك؟ طيب واللي بيحلق دقنه؟ لا اللي بيحلق دقنه لا بيطلع بربع المدة إلا إذا كان في براسه عمل. ولي أنا راسي مليان أمل. الله لا يوفق. رح تعدم، رح تعدم. وانت الثاني، وانت الثاني. أبو شكور الله يخليك احلق لي أنا بالأول. لا أبو شكور أنا بالأول. قال لك موال سبعاوي. بسمعكم. والله اللي بسمع صوته بدي ارفعه فلا خلي صوته توصل لاخر الحاره بالذات. ما بتسمع صوت هات شكور شوف شغلك بعدين. انا اول شيء ليكن بمعلومكم كسكركي انكركو يعني الاجره هون مضاعفه. وليش بقى مضاعفه؟ شو هالحكي اللي عم تحكي؟ شو رأيك مسكر دكانتي وجاي بذات نفسي لعنكم لهون على السجن وتكون الإجرة نفسها؟ يصطفلوا يا أبي يصطفلوا، لا تلعي قلبك توجع راسك، عمرين قلبهم ما يطلعوا من الحبس أو يحلقوا. لا لا خلاص، اللي بدك يا أبو شكور بيصير. يلا سلوت لشوف. أمرك أبو شكور. حرك حرك عمر. إيه الله لا يعطيك عافية.
يلا خليك قاعد خليك قاعد خليك على كيفك شكور ولا يهمك يلا قدم لقدام شوي ايوه برافو ها يلا بسم الله بدنا شيء ده يلا ها وشعرك قصير غني لك موال سبعاوي تغني لي موال سبعاوي طيب اذا غنيت لي موال سبعاوي بقى وعجبني بقى فيك من الاحلاق يلا امان 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 وابشكور يا عيوني الله يا سلام يا زين يا زين كنت فرحان ومالي عالشده خبر يا عيني جتني مصيبه مالي بعلم خبر يا يا با يا طيب في قديم الزمان كان في مرة وتلت صبيان اه يا عيني عليك يا مشكور كان يا مكان قول معي امروا علي بس جنوا قالوا شوفي عندك خبر الحلو نشاحت ولاحت من بكاها ظلم العدو يقضي ليالي فرح واني بقضي ليالي ظلم يا قلت يا ناس يا والله مسجون ظلم قالوا قضي ايامك يا فتى لو ما لك خبر يا بابا اكيد دورتي منيح لك ام تحسين لا تذكريني ايه دورت بكل الغرف حتى الحمام وغرفة المونة والمطبخ ما خليت غرفة لو ما دورت فيها ما كنت لاقيها المشربية ما كنت لاقيها كانت باطلة ومحولة ساعة اللي رحت فيها لعنده يا لطيف يا لطيف انت فتحية شقوية وشرنتي يعني لمين بتطلع لمين بتطلع غير لأم شرنة وشعدومية ايه مزبوط طيب دورتي بالخزن تحت التخوت لا تذكريني بالتخت الله لا يوفى على حكمة خانه كنت رح روح فيها تخيلي أنا عم دور تحت الفرشة ما شفتها غير قاعدة فوق منها كنت رح روح فيها وصرت بلعت يا ربي دخيلك إذا صحي معناتها المشربية ما نبيت الشاويش لك أم تحسين لا ما في شي من هالشي يا خانه يو لكن وين راحت هالمشربية يا ربي ودكيتوا بالحبس لهذا الواطي أبو شكور إيه نعم سيدي وبدي اياك تتوصل لي فيه منيحه معلوم سيدي رح اتوصى فيه وشبعوا فلقات ايه وبدي تنسي حليب امه مفهوم سيدي مفهوم انا مو بس رح اخليه ينسى حليب امه انا بدي خليه ينسى اسمه اطمن سيدي اطمن عفارم عليك يا نجد عفارم عليك هذا هو المطلوب بخدمتك طبعا بدي اياه يفيق على فلقه بيتغدى على فلقه ويتعشى على فلقة نحن بأمرك سيدي لحتى يعرف هذا الواطي شلون يتطاول على أسياده بأمرك سيدي احترام لكان يا باشا نحن بدنا خدمة تحرز لعيونك يلا خلاص قوم الله يسلمك فرح بعباك هي عفيناك من الحلاقة بس فلينا لك أملاك ناولني يا شو أمرك أبشكو تحرر شريف شو هاد قليلة دول إيه بس هيك كنت أعطيك إجرة الحلاقة بالدكان لك شو أطرش أنت شو لعينا هلا ما إنا كشكنكي أركنكو يعني الإجرة هو مضاعفة خلاص عم ها تفضل منيح هيك يلا انصراف الله معكم يلا ضب العدة عم ضب يا بي ضب حاضر يخرب بيتهم شو بيلعوا القلب السلام عليكم عليكم السلام أهلين وسهلين السلام عليكم أهلين وسهلين أهلين وسهلين شو شلونه حدو معك؟ ماشي حاله تمام جدع أهلين أخي بدي إياك بيض لي وشي ها تسمع كلمة معلمك عود عزو عود هات لك كرسي وعود الله يعلي مقدارك كم علي وفارس الله يسلمك الحمد لله على السلامة الله يسلمك عزو بس ما تكون هربان من القلعة ليش في حدا بيقدر يهرب من القلعة؟ الحمد لله طلعنا بالعفو كتير منيح
آه، اسأل أيام زمان وسهرات زمان يا عزو. ترجع معلم، وقت بتأمر بترجع. صحيح ما قلت لي، شفت المختار شي؟ لا لسه ما شفته، بس إلا ما أشوفه بيتفاهم معه مشان يفك الحجز عن البيت. ما بظن يقبل إذا ما رجعت له ذهباته. بس أنا ما سرقت له شي. سيدي تفاهم أنت وياه ولاقي لك طريقة ورد له شوي من ذهباته، وأنا بقنع لك يا إنه يفك الحجز. ماشي معلم، ما رح شوفه وتفاهم معه. بيكون أحسن. عين الأعين. لك يسلموا الإيدين يا حدو. الله يسلمك معلم. بطل بطل. عليه صوت بياخذ الأعين. شو معلم؟ جاهز اليوم؟ لك لا يوم، أنا اللي جاهز، شو وراي؟ والله يا ابن عمي، انت حسين اكدت لي انه ما لقيت المشربيه ببيت الشاوي. اكيد بتكون دورت عليها منيح. ما ايه اكيد قالت لي انه دورت عليها بكل الغرف وما لقتها. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لك مين بده يكون سهران؟ طيب يا ابي، انت هلا شو بدك تساوي بهي القصه؟ شو طالب ايدي ساوي؟ بدي انشر خبر بالحاره، يلي بيلاقي المشربيه له مني ذهبه بحالها. اف ذهبه بحالها يا ابي؟ لك بعطيه خمس ذهبات كمان. طيب ابن عمي، يعني بركي يلي سرق المشربيه سرق منا الذهبات. لك عمرهم ان شاء الله الذهبات، بدي الوراق انا، واللي سرقهم رح يعرف انه ما رح يستفيد منه شيء، وان شاء الله يرجع لي اياه. ان شاء الله حكيك مزبوط يا ابن عمي، الله يستر ما يعملنا فضيحه. والله منصير مضرب مثل بالحاره، يا ربي دخيلك اذا صحيح. اخ انا ما اعرفه اخ، والله لفرجي جوا الظهر وخليه يعطس الذهبات عطس. الله لا يوفقه. يا عمون، امتى بدك تروحي عند حريم الشاويش لحتى تحكي معهم بموضوع الشغل مشاني مشان اختي صباح؟ والله ما بعرف، كل ما بهم عن روحها بتتربط ايدي وما بروح. مشان قصه اخي عزه، ما هيك يا عمون؟ اي والله معك حق، الشيء اللي عمله والله بيسود الوش. طيب يا عمو، شو رايك تبعتي ورد ضايق ابن تحسين، وهيك انت بتحكي له القصه، لا انت بتنحرجي ومنروح انا وصباح لعند الخانم ونحن مطمنين. ايه يا عمو، منه ما بتنحرجي ومنه ما بننطر على الفاضي. ايه والله، شلون ما اجت لبالي هالفكره؟ هلا ببعت ورقه ابن تحسين وبحكي له. ايه شو علي؟ شو علي يا عمو؟ خلصتي اختي ولا لسه؟ يلا اسمعي ولي فريال، المشربيه بتضل بغرفتي، يعني بتضل بغرفتي. إيه لا ما حذرتي حكمة خانم، المشربيه من ريحه المرحوم عمي ولازم تضل بغرفتي. لح يا فصعوده طالع لك صوت والله، لا ستي بغرفتي. لك خلص طبعا منك هلا، تضربوا عاملين لي مثل الدجاجه والديك وكلهم مشان المشربيه. ابن عمي هاي المشربيه مو انت جبت لي اياها نقوط؟ مبلا. ماشي ابن عمي، معناتها بدك تجيب لي وحده مثل منها. ومن وين بتجيب لك وحده مثل منها؟ والله ما بعرف، ما حدا احسن من حدا. يا اما بتضل ليله عندك وليله عندي. ايه ما فشرت عينك. لا خلص بقى يا عمو، انا لا بغرفتك ولا بغرفتك، بدي احطها بدي 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 احطها بالديوان. ايه تقبرني اذا هيك انا موافقه، وانا تقبرني موافقه. تقبروا بعضكم انتوا الجوز، حلوا عني. هلا من كل عقلهم عم يتخانقوا على شقفة مشربية. بتعرفي إذا بشوفها بالطريق لهي المشربية لأشوفها هيك برجلي ما بعرف على شو. لك حبي، هي المشربية أثرية، يعني تبع جد ولا جدك؟ تراث. أيوه قلتي لي تراث.